طبعا الاصابات الرياضيه ربنا يحفظ الناس، اصابات خطيره جدا جدا. انا اتخضيت. الحاجات دي يا جماعه في منتهى الخطوره. طبعا ابطال العالم او الناس اللي على مستوى احترافي عالمي ممكن، وخصوصا بقى في العاب القوه في حمل الاثقال، فجاه يحصل لهم مشكله كبيره جدا. وشفنا حالات كده. الخيل على فكره برضو في ناس كتير بتتهور يا جماعه في رياضات هي مش فاهمه خطورتها. يعني مثلا واحد فجأة يقرر هو واصحابه انهم يروحوا يركبوا خيل. يا عم انت فاهم انت بتقول ايه؟ وطبعا يعني لما يروح يركب خيل بقى ينزل مثلا في عند الهرم في نزلة السمانة، هناك في خيل، فبيروح عايز اركب. تمام، هم مش فاهمين اذا كان بيركب ولا ما بيركبش، هم فاكرينه محترف. اتفضل يا باشا اركب خيل. يروح جاي راكب حصان من الحصانة اللي هي بتجري، يقع ينزل على ظهره بتاع، يحصل مشكلة كبيرة جدا. التزلج في دلوقتي في مصر موضه، اللي هي الشتاء وانجوي ذا وينتر وبتاع. تمام، حلو قوي انجوي ذا وينتر، احنا انجوي قوي للوينتر. يعني ايه نعمل ايه؟ نتزلج على الجليد. يا سلام يا حلاوه. طب احنا هو انت تزلج ده ان انا اروح انا وعيلتي دلوقتي نلبس الزلاجات ونتزلج؟ طب ما انا هقع على ظهري وهتبقى واقعه جامده جدا. يقول لك ما هي الواقعه ممكن عادي اليوم يعدي، يعني واقعه مفيش مشكله، مش يعني مش هتعمل لك مشكله، مع الوقت هتكون دي ممكن تكون دي القشه التي قسمت ظهر البعير. من ده كتير قوي، اللي فقى في الكوره بيلعب فجاه، واللي بينط مثلا بيعمل حاجه بنا ولا بتاع، فعايز ينط من فوق سور وعايز يعيش يرجع ليت الشباب ويعود يوم جن. التمن بيكون خطير يا جماعه. الظهر والعمود الفقري ممكن يفاجئك مفاجاه عمرك، ويخليك تنجوي برضو بالشتاء. في اعلانات حلوه قوي، انجوي ذا وينتر، ماشي تمام انجوي ذا وينتر، وبعدين وانجوي بالالم. تيك كير. النهارده حوار ممتع جدا ومثير للغايه مع ضيف العزيز، القمه العلميه الجراحيه المتميزه والاسم الكبير في هذا المجال، طبعا ضيفي المبدع دائما الاستاذ الدكتور يسر الحميلي. الانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكله. كان في الاول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي الا بعد ال 35 40 سنه. الالم اللي عندي ده الم بتاع غضروف ولا الم حاجه تانية؟ في علامات مميزه لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه والجراحه المناظيره، الاثنين تولز. ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، كليه طب قصر العيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراح المخ والاعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. طبعا ضيف العزيز المبدع في حواره دائما الاستاذ الدكتور ياسر حميلي، منورنا في الدكتور بالعاده. الله يخليك، اهلا بيك يا دكتور عيد. طبعا انت افضل من يحكي، لان انت صحيح انت يعني ما شاء الله جراح قدير، لكن اكيد الهيستوري بتاع الخبطات والحاجات دي بتبص عليه بصه، ولا مساعدينك اكيد اللي بيشوفوا؟ لا طبعا عندنا كل السي في بتاع العيان، كل التاريخ المرضي بتاع العيان، كل اللي بتقوله ده واقع، لدرجه ان انت بتتكلم عن الخيل وانا في دماغي مريضه عندي في المستشفى لسه واقعه من على خيل امبارح، داخله عشان اعمل لها حقن الفقره اتكسرت نتيجه واقعه من على الخيل. بنت عندها 25 سنه. يعني الموضوع ما يتاخدش هميوني. احنا بنعمل كل حاجه للاسف بدون دراسات، بدون تدريب، بدون علم. يا جماعه ما ينفعش الفكاكه والفهلوه في كل حاجه. احنا عارفين ان في ناس بتعمل الطب وتمارسه بالفكاكه والفهلوه وتعالج بالعصايه وغير العصايه، في اطباء غير متخصصين يقول لك تعالى اعلانات براقه، حقن الفقرات، حقن الغضروف، علاج الغضروف بدون جراحه، علاج الغضروف بدون الم. نحن نعاني من عدم اكتمال المنظومه لدينا في كل شيء. حتى المريض لما تقول له روح يلعب رياضه ويجي لك بعد اسبوعين ثلاثه، انا رحت لعبت رياضه وعملت ايه يا سيدي؟ رحت صاله العاب رياضيه، وايه بقى؟ يا ريتني رحت استعنت بمدرب. ده بيروح منه لنفسه ويشيل اوزان ويصيب نفسه اصابه بالغه. كل حاجه لها اسس، كل حاجه لها تدريب،
كل حاجة لها كتالوج، زي بالظبط كده لما بنشتري تليفون أو تلفزيون جديد لازم نبقى عارفين الكتالوج بتاعه عشان نشغله كويس. جسمنا ليه كتالوج، الكتالوج ده هو المتخصصين، هو مين بتاع الرياضة اللي يقول لنا نلعب الرياضة ازاي، ولو أنا عندي مشكلة في العمود الفقري لابد إن أنا أستشير طبيب العمود الفقري قبل ما أعمل الرياضة، وإنه الرياضة المناسب ليا ولسني، كل سن ليه رياضة. بس كمننا ما بنعملش الحاجات دي وما بننشأش عليها زي الدول المتقدمة، فبنقوم بقى ما بنصدق تجينا الفرصة فبنعوم مع الطيار. الخوف، كل الخوف من التهور اللي يعقبه تمن مش حلو طبعا. يعني التكنولوجيا الحديثة أحدثت نوع من التطور الكبير في النتائج، التكنولوجيا ادتنا نتائج أفضل وأأمن لحالات مشاكل العمود الفقري. طبعا ده كلام لا شك فيه، والتكنولوجي عايز مواكبة ليه، وعايز تبقى عارف التكنولوجي من أول ما بدأ. يعني ما ينفعش النهاردة أنا اخترع طيارة بسرعة الصوت وأقوم أركبها لطيار تدريباته ما يعني لسه يدوب بيتعلم طيران. كل حاجة لها تدريب، واستخدام التكنولوجي زي جراحات الميكروسكوب، جراحات المناظير، الجراحة الملاحية في العمود الفقري، الجراحات محدودة التدخل، يا جماعة برضو المنوط بالكلام ده الناس اللي اتدربت على الكلام ده من سنين. الكلام ده بنقوله من كام؟ من 20 سنة. النهاردة من فضل الله تعالى اللي بنقوله من 20 سنة وتخصصت فيه من زمان قوي بقى موضة العصر، بقى موضة العصر. بس مفروض ان الناس تاخد بالها ان اللي منوط بالموضة دي او اللي بيعمل الكلام ده لابد ان يكون بتدريب عالي جدا. طبعا التكنولوجي فادنا فائدة عظيمة جدا. عايز اقولك ان اكتر حاجة بتسعدني النهاردة لما بسافر للدول المتقدمة في المؤتمرات العلمية، على هامش كل مؤتمر كل الشركات اللي بتنتج الحاجات المتطورة في العمود الفقري بتبقى عارضة منتجاتها، أنا برجع سعيد جدا بالحاجات الجديدة اللي أنا اشتريتها، زي الطفل اللي بيجي ليلة العيد ويحط اللبس الجديد والشوز بتاعه جنب ما ينام. احنا جيل ده، احنا جيل ده حقيقي. أنا بيسعدني جدا وبروح أصرف فلوس كتير جدا في تكنولوجي جديدة، في حاجة جديدة، في تطوير لكاميرا بستخدمها في أثناء العملية، في تطوير لمنظار، في آلات جراحية جديدة، في تكنولوجي جديد جدا أستخدمه لعلاج مرضاي. الحاجات دي كلها لخدمة هدف واحد فقط، إن احنا نجري العملية الجراحية بطريقة لا تؤثر على التركيب الطبيعي للإنسان ولا تغير من التركيب الطبيعي. وده بيتيح للمريض حاجتين أساسيتين، أولا إنه بيرجع لكامل وظائفه تماما بعد العملية، والحاجة التانية ان الرجوع ده بيبقى سريع جدا ما بيستغرقش وقت بقى فترة نقاهة. احنا عايزين حاجتين مهمين جدا، ودي مش كلامي، ده توصيات اكبر جراح العمود الفقري والمخ والاعصاب على مستوى العالم من ابحاث كتير جدا عملوها، وعملوا سيرفي او مراجعة لكل الابحاث اللي اتعملت وقارنوا نتائج العمليات الجراحية في مجال المخ وفي مجال العمود الفقري، طلعوا بنتيجتين مهمين جدا. إن أهم نقطتين في العلاج اللي بنحصل بهم على نتائج عالية جدا هو العلاج المبكر أو إجراء العملية الجراحية لو كانت المريض محتاجها في وقت مبكر جدا. يعني المريض اللي بيروح في اليوم الأول من المرض غير اللي بيروح يوم 100 غير اللي بيروح بعد سنين، دي مهمة جدا. والحاجة التانية اختيار الجراح، واختيار الجراح بيندرج تحته التكنولوجي اللي بيستخدمه الجراح، المستشفى، قرار الجراح. قرار الجراح ده من أهم الحاجات اللي بتؤثر في نتائج العمليات ونتائج العلاج لمرضى المخ والأعصاب والعمود الفقري. لفظ دلوقتي مهم جدا في جراحات المخ والأعصاب عموما أو جراحات العمود الفقري كمان، هي جراحات محدودة التدخل. اللفظ ده بقى مطلوب جدا، بقى زي ما بيقولوا highly recommended، والسكسسفول ريت بتاعه وانتشاره وتواجده في الخريطة بقى كبير. عايز أعرف الجديد في جراحات محدودة التدخل، ماذا تعني جراحات محدودة التدخل، إيه البينيفيتس كمان، وليه بنفضلها دلوقتي في عديد من الجراحات؟ يمكن تفتكر يا دكتور أيمن أن من أول اللقاءات اللي كانت لينا وأنت تعلم جيدا أن أكتر حد تخصصت في مجال الجراحات محدودة التدخل في مجال المخ والأعصاب والعمود الفقري،
وانت عارف ده كويس جدا. واتكلمت عن الكلام ده يمكن كان في فترة الناس مش متخيلها او يعني مش مصدقاه. ازاي يعني لما كنا بنتكلم ونقول بنستخدم الجراحة الملاحية ان احنا نعمل ورم في المخ عن طريق المنظار، ان ورم الغدة النخامية بنقدر نعمله عن طريق الانف، كان الكلام ده بالنسبة للناس يعني حاجة، يعني بتكلم عن حاجة اعجاز. النهاردة الجراحات محدودة التدخل ثبت بالدليل القاطع إنها من أفضل التقنيات الجراحية على الإطلاق. ده مش بس كده، ده أصبحت مجال يدرس في الجامعات بحده، يعني مجال لوحده، وأصبحت هناك مراكز ومستشفيات متخصصة في هذه الجراحات محدودة التدخل في أوروبا وفي أمريكا. غير كده كمان إن الجراحات محدودة التدخل النهاردة بتستفيد من كل طفرة أحدثها العلم، النانو تكنولوجي، الليزر، طبعا استفدنا من الميكروسكوب، استفدنا من تطور أجهزة الجراحة. النهاردة استخداماتنا للجراحة الملاحية تطورت من استخدام الانفراريد للإلكتروماجنيتيك ويفز، يعني بقى الموضوع كل شوية كل طفرة جديدة بتحصل بنستخدم هذه الطفرة لخدمة المجال الجراحي. حتى استخدام الكاميرات الضوئية واستخدام الكاميرات في التصوير وعالم التصوير والديجيتال، التصوير الديجيتال وال 3D برينتينج، يعني الطباعة، استخدام ال 3D برينتينج في تصنيع مستلزمات العمود الفقري، كل هذا التكنولوجي أصبح مطبق في مجال جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري يوم بعد يوم، لدرجة أن زي ما بقولك بسافر ألاقي المنظار اللي أنا اشتريته من سنة أنا محتاج أجدده وباستخدامه خلاص، بدل ما أغير أجيب نفس النوع بجيب نوع تاني، بجيب تكنولوجي تاني، بجيب آلة تانية. فالعلم أصبح سريع التطور. سريع التطور دي بيتطلب مننا مواكبة سريعة، بس عشان تواكب لازم تبقى هاضم اللي فات كويس جدا واشتغلته بشكل احترافي وتقدر تعمل وتضيف الجديد والجديد. لو احنا حطينا الجراحة العادية، الجراحة الكلاسيكية، الجراحات الملاحية في 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 كل واحدة في ناحية، وعلاجات والجراحات المتدخلة او جراحات محدودة التدخل، عايزين نقارن بين التلاتة. عندنا جراحة عادية كلاسيكية خالص، عندنا جراحة ملاحية، وعندنا جراحات محدودة التدخل، ايه الفرق بينهم؟ الحقيقة يمكن الفيديو ده بيورينا الفرق ما بين جراحة بالمنظار اللي بنسميها نون تروماتيك، اللي هي ما بتأثرش على التركيب التشريحي للعمود الفقري. يعني أنا داخل أشيل غضروف، هدخل من فتحة طبيعية موجودة ما بين الفقرات وبعضها، أستأصل هذا الغضروف دون أن أستأصل أي عظم من العمود الفقري. ده هيفرق مع المريض في إيه؟ في حاجتين أساسيتين. أولا المريض ده هيطلع كل حاجة كانت موجودة عنده كويسة هتطلع كويسة، والمرض بتاعه المشكلة اللي كانت ضغط على العصب تخلصنا منها فهيطلع سليم تماما. الأهم من ذلك هيبقى مسموح له أنه يقف، يقعد، يوطي، يتحرك، يعمل كل حاجة كأنه لم يجري عملية. ليه كأنه لم يجري عملية؟ لأن ما شلناش حاجة من التركيب الطبيعي بتاع العمود الفقري. يبقى احنا رجعنا المريض، شلنا المشكلة من غير ما نؤثر على التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقه، ومن ثم المريض ده هيرجع يتحرك أحسن من الأول. المريض اللي بيقول أنا عندي رحلة حج أو عندي رحلة عمرة ومحتاج أعمل عملية والرحلة دي بعد شهر، يا ترى أعمل عملية ولا سافر؟ لا طبعا تعمل عملية وتسافر، لأنك أنت وانت تعبان مش هتقدر تعمل كل حاجة زي ما أنت عايز، لكن لما هتعمل عملية هتقدر تسافر في التوقيت المناسب ليك، هتقدر تعمل كل حاجة. يبقى احنا استفدنا من الجراحات محدودة التدخل، مش في ان احنا عملنا عملية صغيرة محدودة. لان بعض الناس للأسف بتجري وراء اعلانات براقة، وانا بستغرب قوي في المرضى انك انت ازاي تأمن على صحتك وعلى مشكلة عندك في العمود الفقري لدكتور اصلا مش متخصص لمخ ولا اعصاب ولا عمود فقري، يعني تخصص تاني خالص. لما تدور في الشهادة بتاعته تلاقي تخصص تاني خالص. طب الدكتور ده بيعمل حقن، بيعمل تردد حراري، بيعمل شفط، بيعمل امتى؟ لما تروح لدكتور استاذ متخصص في المجال بتاعك ده ويقولك انت محتاج حقن، انت محتاج شفط، انت محتاج تردد حراري، وهو يديك القرار. لان احنا للاسف هذا التعميم اصبح فوضى عارمه، فوضى بمعنى فوضى عارمه، والوعي الطبي هنا مطلوب. التعميم بمعنى انه ده يصلح لكل الحالات، ده فوضى بالظبط.
ما ينفعش في حالات ما ينفعهاش طبعا دي. طبعا واللي هو ما هو الذي لا يمتلك كامل بيسموه القدرات كامل المنيو عنده وعنده نوع محدد من الخدمة أو نوع محدد من العطاء هيوجه الحالات كلها لهذا النوع. ما أنا ما بزهقش من المثل اللي بقوله ده، بقول أنت داخل تشتري سلعة مهمة جدا جدا وفي غاية الأهمية لبيتك لنفسك لأي حاجة، في أهم من الصحة؟ فيش أهم من الصحة. يا ترى هتروح تختار، عندك كل الأوبشن، عندك كل الاختيارات، هتتعب شوية وتروح محل كبير جدا في كل حاجة وفي كل حاجة بضماناتها الأصلية، ولا هتروح لمحل كشك جنب بيتك تروح تجيب منه الحاجة وتيجي بسرعة، الكشك هتسأله على السلعة هيقولك اللي عنده بس هيمدح لك فيها، لكن لما هتروح للماركت الكبير اللي على الأرف في كل حاجة هيقولك دي كذا ودي كذا ودي كذا. بس لازم نتعب، لازم نبذل مجهود، لازم نخاف شوية على صحتنا. ويمكن إحنا دورنا في الإعلام الطبي، وده دور بارز ليك يعني، ربنا هيأجرك عليه، إنك بتسلط الضوء على العادات الخاطئة اللي الناس بتعملها، على الممارسات الطبية الخاطئة، ودي حاجة مهمة جداً على فكرة. ده نوع من الثقافة، نحن بنقف مع جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة اللي بتحارب كل ما هو غير متخصص، غير مدروس، غير مفهوم. مهم جداً الوعي لدى الناس. أنا كان بالمناسبة دي كان يعني عايز أفتح منطقة مهمة قوي، هي منطقة أورام المخ والنزيف. ليه بقى؟ لأنه زادت حالات النزيف في الفترة الأخيرة، عايزين نقف قدامها شويه، والتكنولوجيا الحديثه في التعامل مع حالات النزيف وحالات اورام المخ. وعايز اسال السؤال الاول، ليه زادت حالات النزيف؟ اورام المخ ما اورام ما نقدرش نقول يعني في سبب مباشر بيزود اورام، تلوث، في عوامل كتير، لكن ما حدش عارف السبب، لكن النزيف مفهوم اسبابه. النزيف والاورام زادوا لسببين، السبب الحقيقي هو دي من أمراض العصر، عشان بقى عندنا مشكلة تصلب الشرايين، ودي ناتجة عن إيه؟ عن إن إحنا بنتهاون في صحتنا، مفيش لياقة بدنية، بقينا بنعتمد على الميكنة والآلة في كل حاجة، ما بقيناش بنمشي، الصحة البدنية قلت، طبيعة الأغذية دلوقتي ما بقتش زي زمان طبيعية كلها، في عوامل كتير جدا دخلت في الغذاء والزيوت والمواد المستخدمة في الأكل. هذا التلوث اللي في المواد الغذائية انعكس على الصحة في أمرين مهمين جدا، في إحداث الأورام وفي إحداث تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين من الأسباب الرئيسية لنزيف المخ. ده السبب الحقيقي. السبب الغير حقيقي هو ازدياد الوعي الطبي وتوافر أجهزة الكشف عن النزيف اللي هي المقطعية والرنين، أصبح كل مريض بيتعب فجأة بنقدر نعمل أشعة بنحدد بدقة المرض بتاعه. كان زمان في ناس كتير جدا بتتعالج لمدة شهور وأيام من غير ما يتعمل أشعة مقطعية أو رنين، فبيبقى عنده نزيف في المخ محدش عارف يفرق بينه وبين الجلطة أو بينه وبين أي مرض تاني، والمريض ممكن يموت من غير ما يتعالج. بالتالي الحاجات دي زادت. التكنولوجي خدمنا كتير جدا في الكشف عن الأسباب، ده رقم واحد. التشخيص الدقيق جدا بالأشعة، سواء كانت أشعة مقطعية أو أشعة بالرنين المغناطيسي أو أشعة شرايين المخ، ودي حاجة مهمة جدا. والأهم من ذلك وجود القسطرة العلاجية، بقينا نقدر دلوقتي نعمل قسطرة، ندخل بالقسطرة دي على الأوعية الدموية ونعمل حقن لشريان أو نعمل توسيع لشريان. دي مثلا عملية استئصال ورم بالمنظار، احنا بندخل بالمنظار دلوقتي نستأصل ورم من المخ، والمنظار يقدر يدخل من ثقب صغير جدا، حتى ان احنا في بعض حالات النزيف ممكن ندخل بالمنظار نعمل شفط لهذا النزيف، لما يبقى احنا عارفين ان النزيف ده حصل نتيجة حاجة مش محتاجين نعمل غير الشفط، وندخل بالقسطرة نقفل او نعمل غلق للتمدد الشرياني او نركب دعامة او نعمل وقف للنزيف من خلال القسطرة العلاجية. تالي التكنولوجي ده اتاح لنا ان احنا نعمل في عملية كبيرة جدا، عملية النزيف اللي المريض كان بيتفتح فيها الجمجمة ويقعد في الرعاية المركزة على أجهزة تنفس صناعي أسبوع وعشر أيام ممكن ما يعديش منها، بقت عملية محدودة التدخل. استخدام القسطرة ده معناه أن أنا بقدر أعمل القسطرة والمريض يروح بيته تاني يوم. في جمال أحسن من كده؟ طب ربنا خدمنا في العلم، إحنا مطلوب مننا إيه؟ ليس مطلوب مننا غير الاجتهاد البسيط في اتباع العلم، زي ما ربنا بيخدمنا ويبعت لنا الرسل
تدينا تعاليم سماوية جميلة جدا وإحنا نضل عنها. بالتالي التعاليم العلمية هو المنوط بها العلماء، كلما ارتقيت في العلم كلما وجدت أساليب الرفاهية والراحة اللي العالم بيبقى خايف عليك بشدة، وبيبقى دايما حريص على أنه هو يطبق العلم. ليه هيطبق العلم؟ لأنه عنده كل حاجة، مش محتاج ينحصر في حاجة ضيقة جدا، إن أنا أعمل لك حقن وأسيبك، أو إن أنا أعمل لك مجرد تردد حراري. ده أنا عندي منظومة علاجية تبدأ بالعلاج الدوائي وتنتهي بعملية بالمنظار أو عملية تقليدية. هعمل لك إيه فيهم؟ هعمل لك اللي أنت محتاجه بمنتهى الهدوء. ليه؟ لأني مش متحيز لحاجة واحدة، مش عنديش حاجة واحدة، سلعة واحدة بروجها. ده أنا عندي كل حاجة تخص العمود الفقري، وبالتالي أنت هنا مطلوب منك أنك تجتهد وما توفرش في صحتك. عايز أروح بقى لمنطقة الأورام النخامية، أورام الغدة النخامية. أورام مهمة جدا، أورام برضو بقت منتشرة، سواء مثلا في الأكروميجالي في زيادة الجروس هرمون، أو في البرولاكتينوم، في ساعات البرولاكتين يعلى، في الرجال تحديدا ممكن يوصل إلى حجم كبير. فإيه بقى التدخلات الأنسب للغدة النخامية؟ هي دي برضو من الحاجات اللي العلم حط فيها إطارات جميلة جدا، لدرجة إن هو عندنا بعض أورام الغدة النخامية بنقدر نعالجها بالعلاج الدوائي، حتى لو الست عايزة تحمل بتحمل وهي تاخد الدواء، وحتى في أثناء الحمل بتاخد الدواء، وفي أثناء الرضاعة بتاخد الدواء، مفيش أي مشكلة ولا أي تأثير. في قطاع آخر بنحتاج نعمل له عملية. تقدمنا لدرجة إن إحنا النهاردة يعني أكتر من 95% من الحالات بنعملها عن طريق المنظار. بندخل بالمنظار عن طريق الأنف، ده استئصال ورم من المخ من فتحة صغيرة فوق الحاجب، الورم ده في قاع الجمجمة، أو بنستأصل برضو ورم هنا من الحجرة الخلفية عن طريق فتحة صغيرة من خلف الأذن، بندخل بالمنظار. و دي أورام مخية، ده أورام المخية العادية. عايزين الغدة النخامية. الغدة النخامية عادة بندخل عن طريق فتحة الأنف، ممكن عرضنا الفيديو ده مرات كتير جدا، بندخل من خلال فتحة الأنف برضو بالمنظار. الجميل بقى في العملية دي إن أنا شلت الورم، المريض بتاعي بيقعد تحت الملاحظة في الرعاية المركزة 6 ساعات، ساعات ما بنحتاجش رعاية مركزة على الإطلاق، والمريض بتاعنا بيقدر يمشي على رجله مباشرة بعد ما يفوق من البنك يتحرك. ده كلام مهم جدا جدا. ليه؟ لأن المريض ده كان بينام في السرير ويتعرض لجلطات في الرجلين وجلطات في الحوض، ويتعرض لالتهاب رئوي، ويتعرض لوصلات محطوط عليها 48 ساعة، وساعات بنقعد أسبوع حاطين المريض على أجهزة تنفس صناعي علشان نقدر نفوقه. كل ده العلم خدمنا، بس العلم خدمنا أكتر لما نبقى جايين في الوقت المناسب، لما ناخد القرار في الوقت المناسب وما نتأخرش لما الحالة تتفاقم. لا، الانزلاق الغضروفي المشكلة الكبرى في 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 كل الأفكار. الانزلاق الغضروفي، التزحزح الفقاري، أحيانا كمان غير التزحزح الفقاري في غضروف ينبغي أن يزال، إزالة غضروف بالكامل. الثلاث حاجات دول برضو العلم خدمنا كتير جدا. خدمنا في إيه؟ في التشخيص الدقيق. التشخيص الدقيق يتطلب أو بيعقبه قرار دقيق، وقرار العلاج ده قرار في غاية الأهمية، قرار محتاج حد عنده خبرة. يعني دايما بنقول الطيار اللي بيطير عدد ساعات 3000 ساعة غير الطيار اللي مطارش غير 200 ساعة، فرق كبير جدا. ده هيقدر يتعامل مع الكوارث، مع تقلبات الجو، مع المفاجآت أكتر بكثير جدا بخبرة أعلى من اللي هو ما اشتغلش ما عملش. والتالي الجراح اللي بيشتغل كتير ده، اللي بيعمل عمليات كتير، اللي ايديه في العمليات يعني منتظمة بشكل كبير جدا. وعلى فكرة احنا من اكتر الحاجات اللي بتميز الواحد لما بيسافر برا عدد العمليات اللي بيعملها، ويمكن ده بيفوق عدد العمليات اللي بيعملوها الخواجات بكتير جدا. فالخبرة بتبقى اوسع، مجال المقارنة بيبقى اعلى، بتقدر تقدم نتائج حقيقية لحالات كثيرة جدا. يمكن عندنا كمان احنا بنشوف الاورام والغضاريف والتزحزح في مراحل متباينه. يعني ممكن يجيني مريض واعي وعنده المشكله بدري قوي، وممكن يجيني مريض الحاله متفاقمه قاعد بقالها سنين. كل ما كنا بنعمل بدري كل ما كان افضل، لكن
توسيع او السكوب الواسع ده او المجال العالي ده، ان انا عندي الصغير والكبير والمتاخر والمتفاقم واللي عنده مضاعفات واللي عمل عمليه وفشلت، ده بيدينا خبره اكتر في التعامل مع المشاكل، بيدينا رؤيه اوسع في ايه الاصلح للمريض، ومن ثم زي ما بيقولوا كده بنقدر نجيب من الاخر، نقدر نوصل بالمريض الى ان احنا نعمل العمليه المناسبه وفي الوقت المناسب. خدمتنا التكنولوجي في ان احنا بقينا بنعمل معظم عمليات، انا شخصيا بقيت بعمل معظم عمليات العمود الفقري جراحات محدوده التدخل، بستخدم تقنيات المنظار، بستخدم الميكروسكوب، بستخدم الليزر، بستخدم الجراحه الملاحيه، كل التقنيات دي بتتيح لي استخدام اجهزه الاستحساس او قياس العصب داخل غرفه العمليات، كل ده الاشعه داخل غرفه العمليات بيدينا مجال ان احنا نعمل عمليه في وقت قصير قوي قوي. يعني تثبيت الفقرات لما بعمله في ساعه ممكن ياخد 6 ساعات في الجراحه التقليديه، وايه مش محتاجين بقى ننقل دم، مش محتاجين نقعد المريض باساطر وحاجات من دي، مش محتاجين نقعد نلبسه حزام بعد العمليه ونقول له ممنوع تتقلب ولا الكلام ده، لان العمليه بتتعمل خطوات بسيطه جدا، ممكن ثقب صغير على جانبي الفقرات شمال ويمين نعمل منه تثبيت للفقرات او استئصال غضروف او نعالج منه كسر او نعمل حقن للفقرات. ساعات بنعمله بمخدر موضوعي، دي عمليه منظار للعمود الفقري، داخلين اهو بالمنظار، المنظار داخل من خلال الفتحه الطبيعيه اللي موجوده ما بين الفقرات وبعضها، وهيدخل المنظار مباشره على الغضروف، الغضروف المنزلق هنبدا نشيل فيه قطعه قطعه. وعندنا بقى الجميل ان الجراحه الملاحيه بتحدد لنا انا شلت قد ايه وفاضل قد ايه، شلت خلاص كل الغضروف، هقدر بقى استخدم بالتقنيات الحديثه الوسائل بقى البديله، حطيت دعامه، ممكن احط دعامه، ممكن احط 2، ممكن اعمل تثبيت للفقرات، المريض ده رجع تقريبا بكفاءة من 90 ل 95% من الشخص الطبيعي. يعني هتقول لي مش 100%، ما فيش حاجة 100% يعني زي اللي ربنا عامله، لكن لما ارجع 95% ده حاجة جميلة جدا، اقدر اشتغل، اقدر اوطي، اقدر بعد 3 شهور العب كورة، طب ما ده حاجة كويسة. الجراحة الملاحية الناس بدأت تفهم قيمتها إلى حد كبير جدا، بدأت تجني ثمرها. يعني إن المريض اللي بيجي يعمل عملية ويحس بفايدة الجراحة الملاحية، فادته قد إيه في دقة العملية بتاعته، إنه خرج من المستشفى بدري، إنه واقف على رجله، يمكن عندي على صفحة المستشفى على الفيسبوك وصفحتي الشخصية تسجيلات بالفيديو للمرضى من كل حتة من جميع الدول العربية، وفي مرضى أجانب على فكرة، بيسجل بالصوت والصورة تجربته مع التقنيات الحديثة في الجراحة دي والنتائج اللي حصل عليها، ودي نتائج حقيقية لا تقبل الجدال. إن المريض لما بنعمل ورم في الحبل الشوكي، لما بنعمل ورم في المخ، لما بنعمل استئصال غضروف أو تثبيت فقرات بالتقنيات دي، والمريض بيطلع أول ما يفهم البنج يقف على رجله، خش التواليت، يقعد على الكرسي بتاعه يأكل، أهله بيشوفوه، ده من الحاجات اللطيفة جداً. واكتر مريض بيبقى مبسوط اللي بيبقى جاي عن تجربه، يعني جاي واحد قريبه عامل عمليه بالتقنيه دي، بيبقاش متخيل انه هيبقى كده، ولما بيطلع ويخرج ويمشي على رجله بيحس بفايده الجراحه الملاحيه. ويمكن ده خلى الناس تعرف يعني ايه الجراحه الملاحيه، تفهم معنى الجراحه الملاحيه، اللي فايده دايما التعليم بيجي من الخبره، بيجي من التجربة الشخصية. لما فيد مريض أكيد دي رسالة داخل المجتمع اللي أنا عايش فيه، بتعرف الناس التقنيات الحديثة والوسائل الحديثة، ودي خير تعليم للناس. ناس كتير بتتخوف من فكرة وضع غضروف صناعي وليكن في العنق مثلا، تقول لهم أنا حط غضروف صناعي، تلاقيه بدأ يقلق جدا، لأنه الناس في ثقافتنا فكرة وضع شيء صناعي في جسمهم ده شيء، مش إحنا بس، العالم كله ده حقيقة. بس خلينا نبقى واقعيين، ما هو أنا لازم أبقى ببص للموضوع بواقعية، بمعنى أنا عندي انزلاق غضروفي، والانزلاق الغضروفي ده معناه أن الغضروف الطبيعي اللي ربنا خلقه بس خلاص. طيب هعمل عملية هستأصل هذا الغضروف زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، عملية استئصال غضروف من الفقرات العنقية، شلت الغضروف،
لو ما حطتش حاجة إيه النتيجة؟ حاجة من اتنين، الفقرات دي هتقعد تعمل احتكاك في بعضها، هيتولد غضروف تاني أكبر من الغضروف اللي كان موجود مع التصاقات، والالتصاقات دي هتضر العصب والحبل الشوكي، وأكيد أكيد سنتين ثلاثة والمريض ده هيرجع بمشكلة أكبر، والتعامل معها هيبقى صعب جدا عن العيان اللي ما عملش أي حاجة. طيب الحل إن أنا أحط بديل. الدراسات كلها والأبحاث اللي اشتغلت على بدائل الغضروف لقت في الفقرات العنقية وضع الغضروف الصناعي هو أحسن سيناريو أو أحسن نتيجة هنحصل عليها بعد استئصالنا الغضروف. بس احنا ما بنستأصلش الغضروف ده إلا إذا كان ده حلنا الوحيد والنهائي، والغضروف ده بايظ خلاص ما عادش له قيمة، ده بالعكس وجوده بيبقى ضرر على الجسم، لأنه بيبقى موجود ضغط على حبل شوكي وضغط على الأعصاب وبيعمل لنا ضمور في الأعصاب والحبل الشوكي، وبالتالي هنا شيله زي كأني بشيل ورم من الجسم. طب أنا شلته عايز أرجع أمشي، عايز أرجع أتحرك، عايز أقعد على مكتب، عايز أسوق، عايز ألعب كورة، هقدر من غير ما أحط بديل؟ صعب جدا. لكن لما أحط البديل، وعلى فكرة التكنولوجيا دي قديمة بس احنا بنعرضها علشان ما نقدرش نعرض الحاجات اللي هي في الماركت، وإلا نبقى بنعمل دعاية لحد دون التاني وناس تزعل مننا يعني. لا لا، لكن احنا بنعمل حاجة يعني ايه، هي أجرد الفكرة بس بنشرح الفكرة، لكن هي بقت أبسط من كده بكتير وأحسن وريفايند عن كده بكتير جدا. والغضروف الصناعي النهاردة بيبقى محطوط عامل زي دبوس الكرافتة بالنسبة لنا يعني. أنا بشيل الغضروف، بحط الغضروف الصناعي في مكانه، المريض ده بيقدر يحرك رقبته. الجميل بقى والميزة إن الغضروف الصناعي ده هيديني حركة كاملة للفقرة اللي كان فيها الغضروف، فبالتالي مش هحمل على الفقرات اللي فوقها واللي تحتها، فمش هيجي المريض بعد سنتين ثلاثة بغضروف في الفقرة اللي فوق أو الفقرة اللي تحت. هم عشان كده عملوه عشان يحمي باقي العمود الفقري من منظومة استئصال جزء منه، ما هو الغضروف ده كان جزء من العمود الفقري، استأصلته عشان بايظ يبقى حط حاجة تانية، فأنا بيه أقدر أعيش طبيعي. وعلى فكرة كل هذه المستلزمات مدروسة جيدا، أن عمرها الافتراضي يعدي عمر الإنسان، يعدي 120 سنة، لا تصدأ، لا تسبب أي مضاعفات، لا تتعامل مع الأجسام اللي في الجسم، ولا تسبب يعني طرد، ما تطردش من الجسم، ولا تعمل تفاعلات حواليها، ولا تعمل التصاقات لو اتعاملت من يد خبير متمرس. خلي بالكوا انه اهتمام الانسان بظهره شيء مهم جدا، في علاقات، في عادات كتيره جدا ليها علاقه وثيقه جدا بمشاكل الظهر، يعني الجلوس لفتره طويله على الكرسي ده في منتهى الخطوره، ناس كتير اللي بتقعد عادات غلط، التنقل بالسياره لفتره طويله برضو في منتهى الخطوره، خلي بالكوا منه، عدم ممارسه الرياضه وممارسه الرياضات الخطره بدون تدريب، الاكل الغلط ده مهم جدا برضو، الايد شايله حقيبه الستات، الستات عندهم يعني شنطه فيها كل حاجه، ست بتحط في الشنطه ادوات تجميلها كامله، بتحط ساعات غير ادوات المكياج والمش عارف ايه ده كتير، ساعات تحط في الشنطه مثلا استشوار عشان لو شعرها بتاعت حط استشوار، بس مش عايزينهم يتخضوا، هم لو بيلعبوا رياضه وعندهم لياقه بدنيه جيده بس بتشيل الشنطه تقيله، هتشيل بس تبقى شايلها صح، وفي طرق كتير جدا لو الشنطه وزنها بيزيد عن معدل الخمسة ستة كيلو ان ازاي احطها على ظهري، ولها مواصفات على فكره، فما فيش داعي ان انا ابقى حاطه شنطه ايد زياده عن 6 7 كيلو، ده كتير على فكره. ساعات بتبقى الشنطه فيها بلاوي سودا يعني، فيها كوارث، هدايا بقى ومش عارف ايه وساعات واكسسوارات، يعني ماشي بس ما تحطيهاش الا لو انت عندك لياقه بدنيه كويسه. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور يسري الحميلي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، نورتني وشرفتني واسعدتني دائما في الدكتور. شكرا، خليكوا دائما مع الدكتور.